فإذا جئنا إلى منهج الوسطية في الإسلام، قال أهل العلم هو منهج بين التدليل والتأديب. أما التدليل فهو عاطفة، وأما التأديب فهو علاج مادي. وهنا يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق هذه الوسطية. أما العاطفة فهي الحوار والحنان والسؤال والجلوس مع هذا الذي يربى، وأيضا الاتفاق في هذا الحوار على خطة لعلاج كل ما يراد علاجه تربويا، حتى نصل إلى ماذا؟ حتى نصل إلى الوسطية. لأن القاعدة لا تكن يابسا فتكسر، ولا تكن رطبا فتعصر. يعني بعض الآباء يظن إنه لازم كل شيء بإيش؟ بالعصا، كل شيء بالعين الحمراء، كل شيء حتى إذا مر في طريق بين أبنائه أو بين أطفال الكل إيش؟ فلا تسمع إلا همسا. حتى هذا في المدارس نلاحظه، بعض المدارس يقول لك جاي الأستاذ فلان، جاي الأستاذ فلان، فهذا يشخط يشخط، وتلقاهم كلهم صم بكم عمي فهم ما في ينتظر هذا من هذا الفرعون يخطف. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما نلاحظه عند بعض أهل العلم، النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر في طريق الكل يأتي إلى إيش؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يحمل منهج وسطي في التربية. اليوم لما تسير مثلا إلى الشيخ حمود في سناو، وهو أحد العلماء رجل أعمى، لكن إذا علم الأطفال إن الشيخ حمود اليوم رايح يسوي محاضرة في مسجد معين، تجد أطفال كثيرين يأتوا للسلام على عليه. لماذا؟ حد يعطيه حلاوة، حد يعطيه مذبيسة، حد يعطيه، وهكذا. حتى ماذا؟ حتى يغطي جانب العاطفة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما يروى عنه أنه لا يمر بطفل، شوف هذا طفل، ما معنى إنه طفل من جانب، وإنما طفل أي طفل، سواء كان من قرابته أو من غير قرابته. وهذه نقطة مهمة، إن البعض عند أطفاله لا يلاطفهم لا يلاعبهم، لكن يروح مع أولاد الجيران ولا زائر حد تلقاه يستوي يسوي مهرجان. زين، وهذا الأولاد اللي معك ما يحتاجوا مهرجان؟ يحتاجوا أيضا إيش؟ نفس العاطفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في منهجه التربي لا يفرق بين الحسن والحسين وبين أبناء المهاجرين والأنصار.